السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة لي كاتري دو لاميا. اليوم غادي نشارك معكم لا سوب شينواز بالحوت. بالنسبة للمقادير اللي كنحتاج، غناخدو كروفيت، كالامار مقطع دويورات، البيض ديال الحوت اللي كان عندكم تقدروا تستعملوا اي نوع من الحوت. كنستعملوا شعريات شينوا قطع طريفات، شامبينيون كحل كنكون ديجا مرقداه ملي كيطلق راسو كنقطعو، كناخد خيزويا مقطعة صغيرة، إيشالوت ولا البصلة الخضرية حتى هي كنقطعها رقيقة. كنحتاجو المعدنوس، الزبدة، صويا صوص، صوص صوجا. بالنسبة للعطرية كنستعمل الإبزار وبودرة الثوم، لأن الصوص صويا مالحة كنديرش الملحة. كناخدو هاد القشور ديال الكروفيت كنغليوهم في الماء، كيكونوا هما لاباز ديال لاسوب. كنديروهم في كاسرونة، كنزيدو عليهم الماء، صافي كنخليوهم حتى كيغليو. في هاد الوقت كناخدو الزبدة كندوبوها، كنزيدو عليها المكونات ديالنا وحدة بوحدة. كندير لي زيشالوت، من بعد غادي نزيد كالامار. كنحرك هادوك المكونات دو تيل فاسون باش تدخلهم شوية داك الزبدة. غادي ناخد داك خيزويا مقطعة صغيرة ولا الكاروت، كندير شامبينيون نوار، الحوت البيض، لي كوب ديال الحوت بيض. غادي نزيد كروفيت. دابا غادي نزيد بودرة الثوم، كيما قلت لكم ما كنديرش الملحه، كندير بودره الثوم. من بعد غادي نزيد فلفل اسود، الابزار ولا البوافر. غادي نخلط المكونات مع بعضيتها، من بعد كنحسو بها تخلطات مزيان، كيكونوا داك القشور ديال الكروفيت غلاو. كنصفيهم مباشره في الطنجره فين كنطيب لا سوب. غادي نزيد صوص صويا، غادي ندير واحد جوج معالق صغار ديال معدنوس، لا سوب غلات كنكون موجده الشعريه ديال الشينوا، كنغسلها بالماء سخون وكنصفيها وكنقطعها. غادي نزيدها على المكونات، تقريبا هاد لا سوب هي ديجا وجدات، كتوجد بسرعه. غنخليها تغلي اخر غليه، غندوز غنوجد لها باش نرافقها. اليوم اختاريت سيجار بالحوت والفرماج، غنوريكم دابا الطريقه. كنحتاجو لا شير دو كراب، فرماج، الورقه، لي غرين ديال البافو، والخليط ديال الدقيق والماء باش نشدو هادوك لي سيكار. كنقطع لا شير دو كراب على شكل طويل، انا اختاريت هنايا لا شير دو كراب باش ندير ان بتي غابيل مع لا سوب ديال الحوت، كيجيو موالمين بزاف. صافي غنقطع الفرماج حتى هو على شكل طويل. صافي دابا غادي ندوز باش نوريكم كيفاش كنلوي داك السيجار ولا البريوات. كندير الفرماج هو الاول، من بعد كندير لا شير ديال الكراب، كنطويو من جوج جهات،
وصافي دابا غادي نرو ليهم. بالنسبة باش ما يتحلوش كندير لهم الخليط ديال الماء والدقيق، واللي بغى يشدهم بالبيض يشدهم بالبيض. صافي دابا غادي ندوز باش نوريكم كيفاش كنزينهم. انا اختاريت هنايا لي غرين ديال البافو، يمكن لكم تختاروا الزنجلان الا بغيتيو. كناخد السيجار كندير له الراس في داك الخليط ديال الدقيق والماء، ومن بعد كنديرو في لي غرين ديال البافو، كيجي على هذا الشكل. هادو هما لي سيجار واجدين، كنرشهم بالزيت. انا كاع ما كنقليهم، كندخلهم للفران كنرشهم بشويه ديال الزيت. كندير الفران على درجه حراره 180 درجه ولا 360 فرانهايت. صافي حتى كيتحمروا. غندوزو دابا للتقديم. هذا هو الشكل ديال لا سوب ملي كتوجد. غادي نديرها في لو بول، كتجي في الصراحه كتشهي. لي سيغار هما واجدين حتى هما. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها. وإلا كنتيو اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. نتمنى لكم يوم سعيد، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم ووصفه جديده مع لي غاتري دو لاميان.